السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مجددا. نبدأ اليوم بالجزء العاشر في عمل هذه المفرشة الخلابة. وقبل أن نبدأ، تفضلوا بالاشتراك في القناة وفعلوا مباشرة زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الآخرين للإفادة، وسأكون سعيدة بقراءة آرائكم واقتراحاتكم أسفل الفيديو. بسم الله، نبدأ اليوم بالدور 91 مباشرة. سنشتغل منزلقة في وسط غرزة الصدف هذه الأولى، نرتفع بسلسلتين كعمود بلفة غير مكتمل، ثم عمودين بلفة غير مكتملين في نفس هذا الفراغ، واحد واثنان. نخرج من جميع الحلقات، وهذه أول غرزة حمص. نرتفع بثلاثة سلاسل كفراغ، نعود مرة أخرى إلى نفس هذا الفراغ ونشتغل فيه ثلاثة أعمدة بلفة غير مكتملة، واحد اثنان وثلاثة. نخرج من جميع الحلقات وسنحصل على غرزة صدف فوق غرزة الصدف السابقة. والآن سنأتي إلى غرزة الأناناس، هنا سنكرر نفس الخطوات. نرتفع بثمانية سلاسل، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية. نترك الفراغ التالي مباشرة إلى أول قوس صغير مكون من ثلاثة سلاسل وغرزة حشو، ثم نرتفع بثلاثة سلاسل، واحد اثنان ثلاثة غرزة حشو في القوس التالي. سنكرر نفس هذه الخطوات في جميع هذه الأقواس الصغيرة الموجودة في هذه الجزئية، وبعد التكرار سيكون لدينا سبعة أقواس أو فراغات متتالية. ثم نعود ونرتفع بثمانية سلاسل، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية، ومباشرة إلى وسط غرزة الصدف، وبنفس الخطوات والطريقة سنشتغل فيها غرزة صدف بغرزتا حمص. ثلاثة أعمدة بلفة، واحد اثنان وثلاثة. نخرج من جميع الحلقات الأربعة، نرتفع بثلاثة سلاسل كفراغ، نعود مرة أخرى إلى نفس هذا الفراغ غرزة حمص بنفس الخطوات. هكذا انتهينا من غرزة الصدف، والآن نأتي إلى هذه الجزئية. هنا سنشتغل بنفس الطريقة، سنكون فقط شبكة. نرتفع بستة سلاسل، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وستة، مباشرة إلى الفراغ التالي وغرزة حشو، وهكذا سنكرر أربع مرات. نرتفع بستة سلاسل، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، إلى الفراغ التالي وغرزة حشو، ست سلاسل غرزة حشو في الفراغ التالي، ست سلاسل غرزة حشو في الفراغ التالي، ست سلاسل غرزة حشو في الفراغ التالي. ثم نرتفع بستة سلاسل وإلى غرزة الصدف وغرزة صدف ثم غرزة الأناناس، وسنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنرتفع بستة سلاسل ونقفل بمنزلقة في رأس أول غرزة حمص بدأنا منها هذا الدور. والآن سنبدأ بالدور 92، وسيكون تكرارا للدور 91 بنفس الخطوات. سنبدأ أولا بغرزة صدف في وسط غرزة الصدف هذه الأولى، وبعدما ننتهي من غرزة الصدف نأتي الآن هكذا إلى غرزة الأناناس، وهنا سنكرر نفس الخطوات. سنشتغل ثمانية سلاسل، ثم سنكون ستة أقواس من ثلاثة سلاسل، ثم ثمانية سلاسل، ثم غرزة صدف. وبعدما ننتهي من غرزة الصدف سيكون لدينا هذا الشكل، ستة أقواس صغيرة فقط. ثم إلى الجزئية التالية، هنا بنفس الخطوات سنكرر، سنكون شبكة. نرتفع بستة سلاسل وغرزة حشو في الفراغ التالي، وهكذا بنفس الخطوات، وسيكون لدينا هنا سبعة أقواس متتالية. وبعد التكرار نعود ونرتفع بستة سلاسل وإلى وسط غرزة الصدف وغرزة صدف بنفس الخطوات، ثم إلى غرزة الأناناس، وسنكرر نفس هذه الخطوات
حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بنفس الطريقة التي قفلنا فيها الدور السابق. والآن سنبدأ بالدور 93 وسيكون بنفس خطوات الدور السابق بنفس الطريقة. سنشتغل غرزة صدف في وسط غرزة الصدف هذه الأولى، وبعدما ننتهي من غرزة الصدف نأتي الآن هكذا إلى غرزة الأناناس وسنكرر نفس الخطوات. سنشتغل 8 سلاسل ثم 5 أقواس من 3 سلاسل ثم 8 سلاسل ثم غرزة صدف في وسط غرزة الصدف السابقة. وبعد التكرار سيكون لدينا هذا الشكل، سيكون لدينا فقط 5 أقواس صغيرة. ثم سنأتي إلى الجزء التالي، هنا بنفس الطريقة سنكون شبكة من 6 سلاسل، كل قوس مكون من 6 سلاسل وسيكون لدينا 8 سلاسل ثم غرزة صدف في غرزة الصدف التالية. 1 2 3 4 5 6 غرزة حشو في الفراغ التالي، وسنكرر هكذا بنفس الخطوات. وبعدما ننتهي من غرزة الصدف بهذا الشكل سيكون لدينا 8 أقواس متتالية. ثم إلى غرزة الأناناس وسنكرر نفس الخطوات كما بدأنا هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بنفس الطريقة التي قفلنا فيها الدور السابق. والآن سنبدأ بالدور 94 وسيكون تكرارا للدور السابق بنفس الخطوات. سنشتغل أول غرزة صدف، 8 سلاسل، 4 أقواس من 3 سلاسل ثم 8 سلاسل ثم غرزة صدف. وبعدما ننتهي من غرزة الأناناس بهذا الشكل نأتي الآن إلى الشبكة، وهنا بنفس الطريقة سنكون 9 حلقات أو أقواس من 6 سلاسل. نرتفع بستة سلاسل، 1 2 3 4 5 و6 غرزة حشو في الفراغ الأول، ونكرر. وبعد التكرار وصلنا هكذا إلى غرزة الصدف، وهنا بنفس الطريقة غرزة صدف وسنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بنفس الطريقة التي قفلنا فيها الدور السابق. والآن سنبدأ بالدور 95 أيضا سنبدأ بنفس الخطوات. سنشتغل غرزة صدف، 8 سلاسل، ثم سنشتغل 3 أقواس فقط من 3 سلاسل ثم 8 سلاسل ثم غرزة صدف بنفس الخطوات السابقة. وبعدما ننتهي من غرزة الأناناس بهذا الشكل ستكون، ثم إلى الجزء التالي وهنا سنكون شبكة بنفس الخطوات. سنشتغل 10 أقواس من 6 سلاسل، نرتفع بستة سلاسل، 1 2 3 4 5 6 مباشرة إلى الفراغ التالي وغرزة حشو، وسنكرر. وبعد التكرار وصلنا هكذا إلى غرزة صدف، وبنفس الطريقة سنشتغل فيها غرزة صدف وإلى غرزة الأناناس وسنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بنفس الطريقة التي قفلنا فيها الدور السابق. والآن سنبدأ بالدور 96، سنبدأ أيضا بنفس الطريقة، هنا في غرزة الأناناس سنشتغل بنفس الخطوات. سنشتغل غرزة صدف، 8 سلاسل، ثم سنشتغل قوسين فقط من 3 سلاسل ثم 8 سلاسل ثم غرزة صدف بنفس الخطوات. وبعد ما ننتهي من غرزة الأناناس بهذا الشكل والآن نأتي إلى الشبكة، هنا سنشتغل بهذه الطريقة. سنشتغل الآن فقط 5 أقواس من 6 سلاسل، فقط 5 أقواس. 1 نرتفع أول بستة سلاسل، 1 2 3 4 5 و6 غرزة حشو في الفراغ أو القوس الأول، وهذا القوس الأول، 1 6 سلاسل، وهذا القوس الثاني 6 سلاسل، وهذا القوس الثالث
نرتفع بستة سلاسل وهذا القوس الرابع. يتبقى لدينا قوس ستة سلاسل وهذا القوس الخامس بهذا الشكل، فقط خمسة أقواس من ست سلاسل. ثم مباشرة إلى غرزة الحشوة التالية، وهنا سنشتغل فيها خمسة أعمدة بلفة. واحد وخمسة بهذا الشكل، ثم مباشرة إلى الفراغ التالي وغرزة حشو، ثم سنعود ونشتغل أقواس من ست سلاسل حتى نصل إلى غرزة الصدف، وهنا بنفس الطريقة سنشتغل فيها غرزة صدف. وبعدما ننتهي من غرزة الصدف ستكون هذه الجزئية بهذا الشكل، سيكون لدينا غرزة صدف، خمسة أقواس من ست سلاسل، ثم غرزة حشو، ثم سنشتغل خمسة أعمدة في غرزة الحشو، ثم في الفراغ التالي غرزة حشو، ثم خمسة أقواس من ست سلاسل، ثم غرزة صدف. بهذا الشكل سنشتغل، ثم إلى غرزة الأناناس، وسنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بنفس الطريقة التي قفلنا فيها الدور السابق، والآن سنبدأ بالدور 97 أيضا بنفس الطريقة سنبدأ. هنا يوجد لدينا غرزة الأناناس، سنكرر هنا بنفس الخطوات، سنشتغل غرزة صدف، ثمانية سلاسل، قوس واحد مكون من ثلاثة سلاسل، ثمانية سلاسل، ثم غرزة صدف، بنفس الخطوات سنكرر. وبعدما ننتهي من غرزة الصدف بهذا الشكل سيكون لدينا في غرزة الأناناس قوس واحد فقط. ثم سنأتي الآن إلى هذه الجزئية، سنشتغل هنا خمسة أقواس من ست سلاسل. نرتفع أولا بستة سلاسل، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وستة، مباشرة إلى أول فراغ وغرزة حشو. نرتفع بستة سلاسل، ثلاث أربعة خمس وست، غرزة حشو في الفراغ التالي وهذا القوس الثاني، ست سلاسل، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وستة، غرزة حشو في القوس أو الفراغ التالي وهذا القوس أو الفراغ الثالث، ستة سلاسل، ثلاث أربعة خمس وست، غرزة حشو في الفراغ أو القوس التالي وهذا القوس الرابع، ستة سلاسل، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وستة، غرزة حشو في القوس أو الفراغ التالي. هكذا حصلنا على خمس أقواس أو فراغات متتالية بعد غرزة الصدف. ثم نرتفع مباشرة بخمسة عشر سلسلة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ست سبع ثمان تسع عشر أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر وخمسة عشر. نترك الأعمدة مباشرة إلى الفراغ التالي وغرزة حشو بهذا الشكل، ثم سنعود ونكرر، سنشتغل خمسة أقواس من ست سلاسل ثم غرزة صدف. وبعدما ننتهي من غرزة الصدف ستكون هذه الجزئية بهذا الشكل. من بعد غرزة الصدف الأولى خمس أقواس، ثم قوس كبير من خمسة عشر سلسلة، ثم خمسة أقواس، ثم غرزة صدف. ثم سنعود ونكرر بنفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقف بنفس الطريقة التي قفلنا فيها الدور السابق، والآن سنبدأ بالدور 98، سنبدأ أيضا بنفس الخطوات، سنبدأ بغرزة صدف في وسط غرزة الصدف الأولى. وبعدما ننتهي من غرزة الصدف الآن سنرتفع بثمانية سلاسل، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمس ست سبع وثمان، مباشرة إلى آخر قوس مكون من ثلاثة سلاسل وغرزة حشو
ثم نعود ونرتفع بثمانية سلاسل، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، و8، وإلى وسط غرزة الصدف، وبنفس الخطوات والطريقة غرزة صدف. وبعدما ننتهي من غرزة الصدف نأتي الآن إلى الجزء الثاني، هنا بنفس الخطوات سنشتغل 5 أقواس من 6 سلاسل بنفس الطريقة. نرتفع بستة سلاسل، 1، 2، 3، 4، 5، و6 مباشرة إلى القوس أو الفراغ التالي وغرزة حشو، ونكرر. وبعد التكرار أصبح لدينا 5 أقواس. وصلنا الآن إلى هذا القوس الكبير المكون من 5 سلاسل، هنا سنشتغل بهذه الطريقة. نرتفع أولا بستة سلاسل، 1، 2، 3، 4، 5، و6 مباشرة إلى هذا القوس الكبير، وسنشتغل فيه 3 أعمدة بلفتين، دائما نخرج من حلقتين، 1، 2، و3. وهذا العمود الأول، مرة أخرى عمود بلفتين، العمود الثاني، وللمرة الثالثة عمود بلفتين، وهذا العمود الثالث. ثم سنرتفع بثلاثة سلاسل كفراغ، 1، 2، 3 مباشرة. نعود مرة أخرى إلى نفس الفراغ وبنفس الطريقة، 3 أعمدة بلفتين. واحد وثلاثة. ثم نعود ونرتفع بستة سلاسل، 1، 2، 3، 4، 5، و6 ومباشرة إلى القوس أو الفراغ التالي وغرزة حشو. ثم سنعود ونشتغل 5 أقواس من 6 سلاسل ثم غرزة صدف. وبعدما ننتهي من غرزة الصدف بهذه الطريقة ستكون هذه الجزئية. سيكون لدينا هنا 5 أقواس من 6 سلاسل ثم 6 سلاسل غرزة صدف من 3 أعمدة بلفتين، ثم 6 سلاسل، ثم 5 أقواس بست سلاسل، ثم غرزة صدف. بهذه الخطوات سنكرر حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقف بنفس الطريقة التي قفلنا فيها الدور السابق، والآن سنبدأ بالدور 99، وبنفس الطريقة سنبدأ. سنشتغل غرزة صدف في وسط غرزة الصدف هذه الأولى بنفس الخطوات. وبعدما ننتهي من غرزة الصدف نرتفع الآن بستة سلاسل كفراغ، 1، 2، 3، 4، 5، و6 ومباشرة سننتقل إلى وسط غرزة الصدف التالية وبنفس الخطوات والطريقة غرزة صدف. وبعدما ننتهي من غرزة الصدف هذه الجزئية ستكون بهذا الشكل. ثم سنأتي إلى الجزء الثاني، هنا بنفس الخطوات سنشتغل 5 أقواس من 6 سلاسل بنفس الطريقة. نرتفع بستة سلاسل، 1، 2، 3، 4، 5، و6 مباشرة إلى أول فراغ أو قوس وغرزة حشو، وسنكرر بنفس الخطوات. وبعدما حصلنا على 5 أقواس متتالية نأتي الآن إلى هذه الجزئية. نرتفع أولا بستة سلاسل، 1، 2، 3، 4، 5، و6 مباشرة سنترك هذا الفراغ التالي وإلى أول عمودين بلفة، وسنشتغل فيه غرزة تزايد عمودين بلفة. واحد، مرة أخرى في نفس الغرزة، واثنان. ثم سنشتغل عمود بلفتين في غرزتين متتاليتين، واحد في الغرزة التالية، اثنان. هكذا أصبح لدينا في هذه المجموعة 4 أعمدة بلفتين. والآن سنرتفع ب13 سلسلة، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، و13، وللمجموعة التالية. وسنشتغل عمود بلفتين في غرزتين متتاليتين، هذا العمود الأول
عمود بلفتين في الغرزة الثانية، أما في آخر غرزة سنشتغل فيها غرزة تزايد عمود بلفتين. هذا العمود الأول، مرة أخرى في نفس الغرزة عمود ثاني. هكذا أصبح لدينا أربعة أعمدة بلفتين. ثم نعود ونرتفع بستة سلاسل، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وستة، مباشرة نترك الفراغ التالي وإلى القوس التالي وغرزة حشو، وبهذه الطريقة ستكون هذه الجزئية. ثم نعود وسنكرر بنفس الخطوات، سنشتغل هنا خمسة أقواس من ست سلاسل ثم غرزة صدف، وبعدما ننتهي من غرزة الصدف ستكون هذه الجزئية بهذا الشكل. ثم إلى غرزة الأناناس وسنكرر نفس الطريقة التي بدأنا بها هذا الدور، سنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بنفس الطريقة التي قفلنا فيها الدور السابق، والآن سنبدأ بالدور المئة. سنبدأ بنفس الخطوات، سنشتغل غرزة صدف في وسط غرزة الصدف هذه الأولى بنفس الطريقة، وبعدما ننتهي من غرزة الصدف مباشرة إلى الفراغ المكون من ستة سلاسل وغرزة حشو، ثم مباشرة إلى وسط غرزة الصدف التالية وبنفس الخطوات غرزة صدف، وبعدما ننتهي من غرزة الصدف بهذا الشكل نأتي الآن هكذا إلى هذه الجزئية. هنا سنشتغل بنفس الطريقة، سنشتغل خمسة أقواس من ست سلاسل بنفس الخطوات السابقة، نرتفع بستة سلاسل اثنان ثلاثة أربعة خمسة وستة، مباشرة غرزة حشو في الفراغ التالي، ثم نكرر. وبعدما حصلنا على خمس أقواس متتالية نأتي الآن هكذا إلى هذه الجزئية، نرتفع أولا بستة سلاسل واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وستة، نترك الفراغ التالي المكون من ستة سلاسل ومباشرة إلى الأعمدة، سنشتغل غرزة تزايد عمودين بلفتين في أول غرزة، دائما نخرج من حلقتين، واحد مرة أخرى في نفس الغرزة واثنان غرزة تزايد، ثم سنشتغل عمود بلفتين في ثلاث غرز متتالية، واحد وثلاثة. هكذا سيصبح لدينا في المجموعة الواحدة خمسة أعمدة متتالية. والآن سنأتي إلى الفراغ المكون من 13 سلسلة، نرتفع أولا بخمسة سلاسل كفراغ، واحد اثنان ثلاثة أربعة وخمسة، مباشرة إلى هذا الفراغ وسنشتغل فيه ثلاثة أعمدة بلفتين، واحد وثلاثة بهذا الشكل، ثم نرتفع بثلاثة سلاسل كفراغ، واحد اثنان وثلاثة، نعود مرة أخرى إلى نفس هذا الفراغ ونشتغل فيه ثلاثة أعمدة بلفتين بنفس الخطوات، واحد وثلاثة. ثم سنرتفع بخمسة سلاسل كفراغ، واحد اثنان ثلاثة أربعة وخمسة، مباشرة إلى المجموعة التالية وسنشتغل عمود بلفتين في ثلاث غرز متتالية فقط، وفي آخر غرزة سنشتغل فيها غرزة تزايد عمودين بلفتين، واحد وثلاثة، وكما قلنا سابقا في آخر غرزة غرزة تزايد عمودين بلفتين. هكذا سنحصل في المجموعة الواحدة على خمسة أعمدة متتالية، ثم سنرتفع الآن بستة سلاسل كفراغ، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وستة، مباشرة سنترك الفراغ المكون من ستة سلاسل
وإلى أول قوس وغرزة حشو، ثم سنعود ونكرر، سنشتغل 5 أقواس من 6 سلاسل، ثم غرزة صدف بنفس الخطوات السابقة، وبعدما ننتهي من غرزة الصدف ثم نعود ونكرر غرزة حشو ثم غرزة صدف، وسنكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنرتفع ب6 سلاسل ونقفل بمنزلقة في رأس أول غرزة حمص بدأنا منها هذا الدور.